يثما دي اسما السلام عليكم اكيد ارخو امثنا كمال شباط زي الممثلين يشاركن دي مسلسل ميمونت يتسعدوا القناه الامازيغيه كور نهار السفت ذا لحد 10 نجيرث امثنا كمال انت حاب زيك دي لقاء الخاصه ونيتاتي ميغيني كمال شباط رمضان ومشي يسعدوا امثنا كمال رمضان السلام عليكم ازول غوم الزوار ونتقذك اني وخلي استضافايا نتقذي الطاس موقع سيغنغان بونيت المبادره يتكا وتقذي الطاس يعني جمعيا انو مازيغ يكين اذا غيسمونا زي جديد عاود يكشان يجن رد الاعتبار يعني الممثل نيغ الممثلين مره الطاقم التقني المنتج مره يكشان يعني يهرس انتج الاعتبار ضم مزيان وتمنى ان شاء الله تيري المبادره تمو. وبالنسبه لرمضان رمضان الحمد لله يعني ديجن شهر نهار الرحمه شهر نخال العباده نسعدتو يعني ديجن اجواء يعني رائعه يعني احسن زي شهور انصداب بالعالم مره سبحان ولكن رمضان غاسي جن الطعم ديجن ذا خاصه. ومثلا كمال ما مش نستنى كمال انه اول تجربه دز ذي التمثيل نستنى ومثلا كمال كمنشد ولكن الخيو في تجربه جديد ومثلا كمال ما مش توفيد التجربه التمثيل خاصه انه تبديد وتبديد كي جن المخرج قناة سجل اللي فرحات صراحة ديجن فرصة تمقرنت الفرصة هي يعني واتسيبو يعني أمني وها كاغ ديجن هاك شي بني داد مسلق لأنه يجن حشوة السن بو يعني لا يودان يعني إذا نغي تفرجني غي يودان مرة سن صغار الأصدقاء المقربين وها أنه نش بدي غضم زيان زي مجال يعني المجال الفني للغناء الملتزم من الأناشيد وفي نفس الوقت غتقر المسرح دي وميتو غيعاد مزيان ديال الابتدائي تو غنتقل المسرح تقوينه ولكن يعني الحبني التمثيل الحبني التمثيل المسرح تو غصغار يعني غدا خرينو الا الفرصه يعني تو غسد شويه متاخره ولكن الحمد لله يعني نشرى مصري عريق درخبه بانه هذه نيجن الكاستينغ نيجن المسلسل اني غس لما لا راه نشد حاجه جارب الحظين وغنستعزو الكاستينغ والحمد لله راه غنستعزو الكاستينغ تو غادي نيجن يجن العدد تبارك الله هائل نيودان رازي النظر رازي الحسيمة يعني يجن مجموعة يجن حوالي 350 واحد وتوا يخضع غزي 350 واحد مني إيراغ ذي المسلسل يعني يجن شرف عظيم ويجن شرف عظيم عاوز وكشينا الفرصة يعني برودكسيون تزيري برودكسيون ومسرقي يعني أكل مخرجي لاري فرحاتي ألمع يعني الفنانين الممثلين غان ضياري ومثلا كمال ما مش نسن انه اغلبيه يثوم مار الجديد يعني تقريبا 70% الممثلين يمثلون دي مسلسل ميمونت يعني كانت التجربه الاولى يعني بودا مش دي غثيني دخل الاجواء يعذون جارانوم واش تو يجني تعاون ونغنيت ما مش نحس انه تو غادي تفوذم الفن وتخصم تسبينم يجن الصوره تصبح الفن الريفي اكيد اكيد تو غادي نيجن التفاهم تلقائي سبحان الله العظيم يعني صراحه نيغ تو الممثلين بدون استثناء سواء ممثلات نيغ الممثلين المسرقه هذه نيغ خميتو غنستنى ويا يعني من زمان تو غادي نيجن التفاهم ديجن المعاونه الصراحه من دي عجبنا الطاس هو انه يعني الممثلين مره يجيك شي شويه تسكن نغني يجي يساعد ونغني ما مش نقانش مثلا من يجند قغزاوي تجي ذبحة والعكس كذلك يعني صراحة الممثلين مرة بدون استثناء تقاضي خصنا التص خ المرحلة ينسعدو وتمنى ان شاء الله يعني دا سنت مناسبة النغني ان شاء الله لما لا احسن زيتينا ان شاء الله ان شاء الله الاخوان انا وضع نسيور خدور النشد ذي المسلسلة وين تاتي بالنسبة كمال شباط من عنا الدور اذا سيوشال المخرج ذي المسلسلة وين تاتي الدورين هو انه يعني نش زي شائم ديازن يعني نش القرسم دياز نش الدورين اسمينو قاني مورود نش رميدي ديكشا يعني ذاين المنتج يعني راه غايدين قناه يعني اني خزاريش لكن اختيار هذا المسلسل ديكشا السيناريو اني هاقش الدور نش من يعني غوم الزوارو توغي خمي شويه متردد لانه صراحه نشي نسنى انه يعني المجتمع النغاري فيه صراحة يعني غاسي جنزرة شوية الدنيا خ المغني يعني نقاس نشي ولكن يعني نش في كاغ مليح كسي غي جن القرار غاد اخرينو انه يعني وني دي جن دور
دور لا يمت لشخصي بصلة. واني الدور نتمثل يعني يجن في أن يوذان ذي قديما. ونتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني أذيري عجبس دورين ويوذان. ونتمنى إن شاء الله يعني أذيزان يعني مناسبة المغنيس أحسن إن شاء الله. إن شاء الله الخو يجن سقسيا نقاوم مثلا كمال التجربة ميمون تكمر وزما خاص نحكم لأن عاد ونزلي الحلقة مرة بالنسبة كمال شابات مستقبلا معنى الجديد انت انش ما مش سنن يودانا قيدي المجال الاناشيد الدينيه والاغاني الملتزمه. الحمد لله دين جن البركه الاعمال. شويه سهرات شويه مهرجانات قاينت يعني مبروغرامي ان شاء الله ذي الايام يديكوا ان شاء الله. وان شاء الله دين جن البوم يقعد ان شاء الله جديد مازال عدوى وليس بدي يغبو التسجيل مازال قاس تاع الديغ. وذين شن حوايج يعني نتمنى يعني نزو غير غد ادبان تنيت وان شاء الله باش هذه مفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله ومثل كمال هذا الشجر كاملا بوابه ازغنغا الاخباريه السيود ثبرت النش امي تخسد. و هذه البدايه يعني رغم الزوار تشكاري غطاس موقع زيكان كان بوانيت وتقاضي غطاس لا برودكسيون تازيري. اذا غيكشين الفرصه باش نرى هذه المسلسل لا وتغطي تجربه يعني تمقرنت زي الحياه نو. ويعني وتشكاري غطاس مره يني ذي تساند ذيني ذي تشجع ان زياري في كمرني غدي ذي مار المغرب يعني يني ذي السنن تقاضي خصن سوا الطاس وقاغسن ان شاء الله ذي الاعمال يدي كان جديد ان شاء الله. نتمنى غدا معجبك وذي دعمهم اكثر وشكرا الطاس. وشكرا ومثل كمال اختي البيان نش الدعوه ونتمنى ايش التوفيق ذي المسيره النش الانشاديه والمسيره التمثيل ان شاء الله. رواد بوابه ازغنغان الاخباريه رجمانا اسمع ذي ثما رخون استضاف دا اكينغ ميس مفرا سي محمد زكريتي يجين دور حميت دي مسلسل ميمونت. ومثلنا محمد انت حاب زيك دي اللقاء الخاصة ونيتتي. ومثلنا محمد اول تجربة واول مسلسل وتبذيد دم قران اكيجنا المخرج يمغارس والتسقانس جيلة لفرحتي. محمد زكريتي من دا غينيخ تجربة ثانيتتي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه تشكاغ بوابه ازغنغان اذا يكشين يعني الميكروفون السيور ثابرتين الى الجمهور. وثانيا تشكاغ تازير برودكسيون اذا يكشين تجربه باش اضها غورنش زي الممثلين. وتشكاغ كذلك ايان ومزيغ للتنميه المستدامه اذا تستضيف نهار اللقاء. محمد الزكريتي التجربه الاولى ذي ميدان التمثيل وسيختو ذي المسلسل ميمونت يعني الشغاري تسمي غير فينوش محظوظ الطز ميمي. خدمة كيجن المخرج ضم قران قانس الجيلة اللي فرحتي يعني يمكن الأغلبية الممثلين أقين ذي مقراني نغاسن الحول ما تخدم مني إكل المخرجة نشتو غاثو سيد من جنتي والناس الغية وفيخت وخدمة عاود شسقان إكل الممثلين دي مزيغن غاسن تجربة ذي الميدان التمثيل يعني ديجن شارة ذو مقرن ديجن شوار تغاري ذو مقرن وتشكاخ تزيري برودكسيون إذا يوضع عن الثقة باش إذا يتكوش يعني الفرصة هي وسلمين مبارا عن تشكاخ يجن السيد ذو مقرن رشيد مع أو خالد معذور انت ذي يجين تكوين ذي الميدان الفن. ومثلا محمد ما مشتني ان الاغلبيه اللي شاركن ديال المسلسل ونيتاتي انت اول تجربه غاسن تقريبا 70 ذي 100 الممثلين ومن الصدف سبحان انه الاغلبيه يسن زي زغزنغان يعني من يعني ابن ادم انه هذه مثل كي وذان يسنيثن يعني ما مش الاجواء عدون تجارهم يعني الاجواء ذي اثناء التصوير تغينت يعني تقراني الاجواء حميميه تغاذيني ثومات تغاذيني فوس كفوس مش داش اني غادي نجي نسقني يعني نشارف الخدمه كممثل اللي مقران وكشينا يفوس نسن عاوني غير صوت الطاس. انا اي غادي شغينخ بالنسبه لاي ممثل يبدع هذا يتف مجموعه من الصعوبات ذي البدايه نس بالنسبه لمحمد الزكريتي من عنات اهم الصعوبات يوفى ذي التمثيل الدور حميتني غير المسلسل ميمونت. الحقيقه شوف فيه بالصعوبات وفي صعوبات خارج يعني خارج اطار التمثيل العمل يعني تغاري شوز كان مشكل العمل وينات ولكن الحمد لله سي ضاربي وفقي لا غا العمل لا غا التمثيل يعني غا العمله
ومثلا محمد شخصي يجو شخصي ان الاغلبيه اني مثلا ماشي ني يعني التجربه تم زواروت والاغلبيه وكاين لا مدارس لا معاهد واش ربوذا اني نرخو انه الموهبه تكفي ما عند بنادم اذ يوض غايج المستوى يمغى حق الموهبه غاس شسقان المقدار ذي التمثيل ولكن ضروري خص بنادم شسقان غاسير القواعد التمثيل انطلاقا زيد تجربينو يعني الحمد لله جدي قاني الدكرينو غاك الموهبه ذي التمثيل سيرتو جدي قاني يمكن الكوميديا ولكن جدي قاني باش تحت تبدل امام الكاميرا خص ضروري غاكير انت بعض القواعد ذي منايا ومثلا محمد الخود نزول شوية غاد دورنش ذي المسلسل ميمونت انسيو شوية حميت من يعني حميت ذي المسلسل ميمونت حميت انت ذي جن الدور يعني الشي عجبي سوطس وميغريق السيناريو عجبي الدور سوطس وخذ يصير بعض النقاط يعني جس قال يمكن المشاهد اذي استغرب ما يعني يحبه ولكن شحيب الدور سوطس حيميت انت شوس قاندي جو ثارس نقارس نشي لا خدمه لا يدما يتقابل سباس هذا القهوي وانت تخص وكن وجهك تفرج محسن وزمانسحق ان شاء الله هما ثنا محمد زكريتي تجربه تم زواروت ميمونت تاعدو ما خصنا نسيو محمد زكريتي مستقبلا واش دي نيشان العروض واش دي نيشان الانشطه النانيت محمد زكريتي سوجدات ومحمد الزكريتي حاليا شسقان يعني إيكا العمل يعدون قيبد ما غادي نشان العرض يوافق شسقان يعني الحياة العملية ديال الحياة الشخصية ما يميل لا ونش تخص غادي شسقان المنطقة هينو المنطقة وزغنغان بالخصوص المنطقة نعرف السلعة عامة محمد الزكريتي غادي يشجع بوابة كاميرا بوابة أزغنغان الإخبارية من خلال لقاء ونيتاتي تصير ضد ثبلات نير شكر لأي واحد يبد أك محمد الزكريتي كاميرا محمد خصني شي نشكا طاس طاس يمدو كارينو اذا يسند يعني نهاو ميت في السيناريو يعني عاوني سوطاس يعني معنويا تو تشجعني غمنايا وتشكا محمد اش الحي محمد برغنو سفيان الزكريتي وتتخشى عبد الله رحو ولا نشتي نتشكر شو مثلا محمد زكريتي ونتمنى يجي المسيره موفقه ذي يعني الفن ورمضان مبارك كريم وعيد مبارك سعيد رواد بوابه أزغنغان الاخباريه قنغعاد نساور وقنغعاد نسكو ضومد الاراء مره اني يشاركن ذي مسلسل ميمونت.